رحت وتركتني لحالي، ما فيني عيش من دونك يا حبيب قلبي. شغلة مو مني أمي، مو أنا يلي رحت، أبي هو يلي قلعني. أنا رح أحكي مع أبوك وبتجي معي، ترجع معي على البيت، تعال معي يلا. حاولي تفهميني يا أمي، أبي بعت لي اليوم إشعار وكاتب وصيته وموصي بالبيت لبناته بس. فيك تقولي لي شو معنى هالشي؟ لا ابني، شو عم تحكي؟ أبوك معصب شوي، بكفي إنك أنت تعتذر. ابني ما في داعي تكبر القصة هيك. معناتها أنت ما بتعرفي. شوفي أمي، خدي قري الورقة، قولي لي أمي أنت قاعدة بالبيت وما بتعرفي شي؟ معناتها أبي حتى ما عطاكي خبر، مشان هيك يا أمي أنا اتصلت فيكي. أنا أخذت لحالي بيت وبالأجار، بيت صغير شوي بس في محل بكفي لأنه تكون أمي معي موجودة. بدي إياكي تجي تسكني معي بهالبيت، رح تجي تسكني معي، ما هيك؟ وافقي يا أمي وافقي. بس يا أنوج أنا ليكي أمي، أبي قرر الشيء اللي بده يعمله ومشي الحال. قولي يا ماما إنه أنت ما بدك تكوني معي. لا لا يا أنوج، أنا بدي إني أكون معك يا ابني.